طبعا زي ما احنا عارفين احنا دلوقتي في موسم امتحانات وموسم الثانوية العامة، والخوف والرهبة والرعب اللي احنا حاطين نفسنا كل سنة فيه، ان كنا طلبة او ان كنا اولياء امور او ان كنا حتى اساتذة يعني. حابب بس انه نتكلم براحة كده وبهدوء اعصاب. الموضوع سهل مش صعب زي ما احنا متخيلين وزي ما احنا بنحط نفسنا فيه. يعني الرعب اللي احنا بنعيش نفسنا فيه بلاشه، القلق النفسي والتوتر النفسي اللي احنا بنحط فيه بلاشه. انت بتتكلم ازاي؟ ولا انت يعني انت حضرتك ما بتعيش نفس الاحساس اللي احنا بنعيشه؟ لا، احنا كلنا بنعيش نفس الاحساس، بس هي فكرة كلنا او في فروق فردية ما بيننا وما بين بعض. يعني انا ممكن باخد المواضيع ببساطة بالرغم ان المواضيع قد تكون صعبة وقد تكون يعني في وجهة نظر ناس كتير مستحيلة، بس انا الحمد لله رب العالمين يعني عندي إيمان ويقين بربنا سبحانه وتعالى إن أي حاجة هتعدي، يعني حتى لو كان مر سيمر يعني زي ما بيطلق يعني. أنا هتكلم بس دلوقتي في جزئيتين. الجزء الأولاني ده يخص أولياء الأمور، ده رقم واحد، والجزء التاني هيخص ولادنا وإخواتنا وزمايلنا وقرايبنا اللي هم داخلين على امتحانات الثانوية العامة. الجزء الأولاني اللي هو بتكلم عليه اللي هو جزء خاص بأولياء الأمور. ابنك أو بنتك مش مستحملين، يعني بلاش ضغط نفسي، بلاش انفعالات عليهم، بلاش نضغط عليهم زيادة عن اللزوم. يعني هنقول هم كفاية عليهم المذاكرة، كفاية عليهم الضغوط النفسية اللي هم حاطين نفسهم فيها واللي حضراتكم حاطينهم فيه. انا عاوز بس يعني بنصح اولياء الامور برضو في كام نقطه كده. النقطه الاولانيه حته قوم ذاكر قوم ذاكر قوم ذاكر، تمام؟ لو انت قلت له قوم ذاكر وهو ما عندوش قابليه ان هو يذاكر، فاستحاله ان هو هيستوعب كلمه واحده، استحاله ان هو هيركز في كلمه، بل هو بيهرب منك ليك. يعني هو خايف منك، فبالتالي هو بيبقى ماسك الكتاب وهو بيقرا وعامل نفسه اللي هو بيذاكر، وفي نفس الوقت هو بيعمل الكلام ده عشانك انت يعني، مش عشان نفسه، لان هو مش هيستوعب كلمه واحده. يعني هو رضاك ان هو قام ذاكر او عمل ان هو بيذاكر وهو ما بيذاكرش. فبلاش الضغط النفسي. احنا هنحاول نساعدهم، يعني نخلينا فعلا ناس متعاونه وناس معاونه ليهم، يعني هنعينهم على المذاكره، هنعينهم على اللي هم يعني يجتهدوا، هنعينهم ان هم ننظم وقتهم معاهم، يعني هنكون الدراع اليمين ليهم. يعني مش عاوزين بقى ان احنا نقول الدنيا صعبه والمذاكره والامتحانات وكده. فنخلينا كده بهدوء اعصاب، نرتب لهم امورهم معاهم، يعني هنخليهم برضو يكونوا لهم، يعني لو كنا احنا الدراع اليمين هنخليهم هم الدراع اليسار. فنخليهم بس ننظم لهم وقتهم، ننظم لهم مذاكرتهم، الاكل بتاعهم، نومهم، لعب الرياضه، يعني دي حاجات كتير لازم تتعمل يعني. فاحنا بنتكلم بقى دلوقتي ان ولي الامر ان كان الاب او الام او الاخ او الاخت او الجده او ايا كان ولي الامر ذات نفسه بالنسبه للطالبين، حضرتك هتساعده، حضرتك هتنظم له وقته، حضرتك هترتب له الدنيا معاه. يعني لو هو حاسس ان في لود او ضغط نفسي عليه، فهنحاول ان احنا نهدي اعصابه شويه. موضوع الاكل يكون اكل صحي كامل الفيتامينات والحاجات المغذيه اللي هي بتساعده وبتاهله على ان هو يذاكر. النقطه الثانيه برضو لاولياء الامور، بلاش تخلي ابنك زيك. يعني دكتور يبقى لازم ابنه يبقى دكتور، مهندس يبقى لازم ابنه يبقى مهندس، ضابط يبقى لازم ابنه يبقى ضابط. الموضوع مش كده خالص. الموضوع انت حلمك ان انت نفسك يبقى ابنك احسن منك طبعا، ونفسك يكمل مسيرتك، ان كنت دكتوره او ان كنت مدرسه ايا كان بقى الوظيفه بتاعتك. برضه نخلي الطالب او ابنك او بنتك يكون عنده الطموح او الحلم ان هو نفسه يبقى ايه.
عاوزين نخلي ولادنا طبعا يكونوا افضل مننا بكتير. يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر نوجه، ازرع في ابنك الثقة بنفسه، ازرع في نفس في ابنك ازاي يحلم، ازاي يساعد نفسه على تحقيق الحلم بتاعه. ما نخلوش بقى لن اعيش في جلباب ابي، يعني المسلسل ده خلاص، يعني ما مسلسل ان انا لازم ابني يبقى زي دكتور ويبقى لازم يكمل ويفتح العيادة بتاعتي. الموضوع مش كده خالص. في ناس كتير نعرفها دخلت الكليات لإرضاء لأولياء الأمور، يعني وفي نفس الوقت حقق الحلم بتاعه. إن كان دكتور تلاقيه فتح ورشة سيارات، يعني قال لك أنا كان نفسي أكون مهندس ميكانيكا، تمام؟ فممكن يكون دكتور الصبح وآخر النهار مهندس ميكانيكا يعني. فبلاش بلاش نعيشهم في ضغط تاني، يعني خلاف الضغط النفسي بتاع الامتحانات. لا، ضغط نفسي انت لازم تجيب المجموع اللي يدخلك الكلية اللي انا عايزها مش اللي انت عايزها. نيجي بقى للشق التاني او الشق الكبير بالنسبة للطلبة، يعني للطلبة والطالبات. بالنسبة لأولادنا واخواتنا وحبايبنا كلنا، الموضوع موضوع الامتحانات الثانوية العامة، الموضوع مش صعب زي ما انا اتكلمت. ازاي؟ امال اللي احنا بنسمع عنه؟ هي مرحلة زي أي مرحلة دراسية أنت مريت بيها وهتمر بيها وهتعيشها، بس هي بس بتبقى عليها يعني ضغط إلى حد ما. أنا كنت بذاكر بنسبة 50%، لأ أنا هزود شوية تبقى 70 80 90. ما خدش الموضوع باستهتار، ما خدش الموضوع بأن هنخش نمتحن وهننجح وهنغش والكلام اللي احنا بنسمعه الكلام الكتير. عود نفسك ان انت لما تيجي تذاكر قسم الوقت بتاعك. اليوم فيه 24 ساعة، لو انت نظمت الوقت بتاعك بطريقة كويسة جدا هتلاقي نفسك استفدت من كل دقيقة او من كل ثانية انت بتمر بيها واللي انت بتعدي عليك. لو احنا فرضنا ان احنا عندنا 10 مواد ولا كان ايا كان عدد المواد، لما تيجي تذاكر المادة اعتبر ان المادة ديت هي المادة الوحيدة اللي عليك. إن كنت بتذاكر اللغة العربية يبقى هي دي المادة الوحيدة اللي عليك، إن كنت بتذاكر إنجليزي يبقى هي المادة الوحيدة اللي عليك. إزاي الكلام ده؟ يعني تناسى، مش هنقول ننسى بقى، تناسى إن أنت عندك 5 6 8 مواد لازم تذاكرهم ولازم تمتحن فيهم. حط الأول نقطة، جدول ليك، جدول زمني، إن أنت هتحقق تارجت معين. التارجت ده اللي هو أنا هخلص النهاردة كام مادة؟ او اخلص كام شابتر النهارده، او كام فصل النهارده، او كام باب النهارده، هحل كام تمرين. هاخد الموضوع بطريقه سهله جدا. طعم وقتك بحاجه حلوه. يعني ايه طعم وقتك بحاجه حلوه؟ يعني انا بذاكر لغه عربيه، مفيش مانع ان انا مدخل فيها حته ايه، ان انا احل كام مساله رياضه، او ان انا بحب ارسم. ارسم يعني المهم افصل ما بين الماده والماده عشان ما احسش ان انا ايه بحشي دماغي معلومات وبحشي دماغي مواد والكلام ده كله. لا، حاول تفصل. ان لبدنك عليك حق، يعني نفسك عليها حق عليك، جسمك عليه حق عليك. نام كويس، ده لازم. يعني قبل ما تبدأ من المذاكره لازم تاكل كويس، لازم تكون نايم كويس. بلاش موضوع المنبهات الكتير عشان هي اكتر ما هي بتفيد هي بتضر. يعني خلي بالنا من الحته دي جدا. يعني فنظم الوقت بتاعك كويس. عن والدك ووالدتك او باباك ومامتك او اخواتك كبار، اما بيوجهوك او بينصحوك ومذاكر عشان مصلحتك، عشان خايفين عليك، عاوزينك تجيب مجموع كويس، عاوزين تجيب درجات كويس، عاوزينك تخش كلية كويسة. تمام، هو طبعا كل الكليات كويسة، بس هم عاوزين حاجة كده، يعني ايه، حاجة تكون شخص مميز فيها. الخطوة دي لو هتكون خطوة البداية، بداية المستقبل، بداية الطموح، بداية الأحلام، خلي لنفسك كيان أو شخصية مستقلة. بمعنى مش إن أنت تبعد عن أسرتك، لا بالعكس، أنت لازم تكون مقرب من أسرتك، لازم تكون مقرب من عيلتك. بس شخصيتك إن أنت نفسك تكون إيه، حلمك تكون إيه، وتكمل المسيرة. ولازم يكون عندك بدائل، خطة البديلة. تمام، الخطة البديلة يعني أنا دلوقتي كنت المفروض أخش كلية مثلا كلية تربية، لأ ممكن أحط خطة تانية، خطة إن أنا أخش كلية آداب. كان نفسي أخش كلية إعلام، ممكن أحط نفسي كلية أيا كان بقى الكلية اللي أنا حاببها. المهم يعني بحط إيه بدائل، إذا لم أوفق
او ربنا ما يقدرش لي ان انا اخش الكليه اللي انا عايزها، الاقي في بديل تاني ان انا اخشه. باباك ومامتك واهلك خايفين عليك وعاوزينك تكون حاجه كويسه جدا، فحاول على قد ما تقدر تساعدهم وتساعد نفسك ان انت توصل للتميز، للابداع. تمام. انا مش حابب بس ان انا اطول عليكم، بس زي ما بقول لك نظم وقتك، ادي ربنا حقه، مش ان انت تصلي بس ايام الامتحانات وبعد الامتحانات شكرا يعني. لا، ادي فروض ربنا سبحانه وتعالى، ان كنت مسلم او كنت مسيحي، ادي حق ربنا الاول، ثم ابدأ بقى خد قسط بتاعك من الراحة او من النوم، من الاكل كويس، الاكل المفيد مش التكاوي. نظم وقتك بقى والعب رياضة، اعمل زي حالتي كده، انزل الساعة 6 الصبح اهوت بتمشى بالعربية يعني مش بلعب رياضة، بس يعني ايه، يعني بحاول اغير جو شوية. فانت حاول كلام، انزل العب رياضة، اجري شوية، وبعد كده خد لك شاور حلو كده، وابدأ ذاكر، وان شاء الله رب العالمين هتنجح، وان شاء الله هتجيب درجات كويسة بإذن الله، وهتحقق حلمك وهتخش كليتك اللي انت عايزها.